أحسن الله إليك. يقول السائل: ساهمت في شركة عقارية، وهذه الشركة لا تعطينا الأرباح إلا بعد سنة ونصف تقريبا، فكيف أدفع الزكاة إذا حال الحول؟ إذا جاءتك الأرباح تخرج زكاتها، تخرج ربع العشر إذا قبضتها. نعم، لأنك قبل قبضها ما تدري عن هل هناك أرباح أو ما هناك، وهل هي قليلة أو كثيرة، ولا تتمكن منها إلا بالقبض. نعم.